الازدحام المروري والتميز المؤسسي والاستدامه. طبعا نحن رغم وجود تحديات ما نسينا الحوكمه، لان وهني كنت انا اقول كيف يعني ندير الهيئه باسلوب الشيخ محمد قال ابغيكم تديرون هيئه الطرق والمواصلات بعقليه تجاريه عن التعقيد وعن الروتين وعن في هذا انها هيئه جديده وانا منشئنها مشان تكون موديل للهيئات الحكوميه. هذا كلامنا. فابغي تديرونها بعقليه تجاريه. طيب العقليه التجاريه تحتاج تنظيم. فالشيخ محمد يقول الاولويه عندي للعمل وما يتطلبه من التزامات، ولكنني احرص على التنظيم لانه عامل اساسي في نجاح الانسان. هذا الشيخ محمد يقول بكتاب رؤيتي. نحن شو سوينا؟ لو تلاحظون الاربع محاور مع الحوكمه، اول شيء ضروره وجود خطه استراتيجيه مرنه، هو الشيخ محمد دائما يتكلم عنها، نبي خطه متغيره مرنه، ما نبي فيكست استراتيجيك بلان. النقطه الثانيه كان يجب علينا نكمل مشاريع الطرق الكامله. الثالثه الاولويات. والرابع الكويك وينز، الناس ما بيصبرون علينا. كان لازم يكون عندنا شيء احنا نقنع الناس ان احنا لازم نشتغل على الاشياء هذه البسيطه، لو انها بسيطه، توسعه مسار، زياده تقاطع، تركيب اشاره، لازم نحسس الناس ان الهيئه تشتغل من كل مكان مشان على الاقل نهديهم في هذاك الوقت. الحوكمة المؤسسية كلكم عارفينها، ما بركز عليها، أربع أو خمس محاور، التركيز على الكونسيل بارتنرز، المهام والصلاحيات تكون واضحة، المساءلة، الإفصاح والشفافية، والفصل بين التنفيذ والتشريع. هني أنا بركز على نقطة مهمة، موضوع الفصل والتشريع والتنفيذ، كثير من الأخوة ولا زالوا للأسف عندنا أيضاً سواء كان في الحكومة أو في القطاع الخاص أو الناس المسؤولين. مو فاهمين الموديل مال الهيئه لليوم للاسف، وانا احب اوضح لي. الموديل مال الهيئه يشبه جنرال الكتريك. جنرال الكتريك اكبر هيئه او اكبر شركه تجاريه امريكيه عندها موجودات بالمليارات الدولارات، لو تشوف الهيكل مال التنظيمي موجود رئيس ومدير تنفيذي في نفس الوقت. جنرال. شيء ثاني، مؤسسات موجوده بنفس الاسلوب هذا، شيء ما في بدع عندنا. في سنغافوره موجود مؤسسات مشابهه، في استراليا، في بعض دول اوروبا. وهني لما يكون نظام الحوكمه واضح الامور تمشي اوكي. من البدايه يجب تكون امور الحوكمه واضحه. هاي النقطه الاوليه. النقطه الثانيه موضوع كيف نشتغل؟ عندنا مجلس مديرين تنفيذيين، وعندنا قطاع الاستراتيجيه والحوكمه والمؤسسات موجوده. وفي اتفاقيات موقعه، اطار العمل تحدد اطار العمل موقعه بيني وبين السي او، وفي اتفاقيات سيرفيس اجريمنت موقعه بين السي اوز يعملون سبورت للمؤسسات الموجوده. نقطة أخرى أحب أضيفها، أنا ما بشرح كل شيء ولكن بأخذ مختصر لأن بياخذنا وقت طويل إذا بديت أشرح كل شيء بالحوكمة. شيء ثاني اللي سويناه، قلنا نحن عندنا هيئة مليارات الدراهم. أنا بصراحة فكرت في شطة دبي. شو هذا الأمين حاطين لنا إياه في كل مكان يصير شوبينج، تدخل الحمام قال هذا الحمام مكتوب الأمين. منين الأمين؟ فقلت أنا في الشرطة شو اسمه؟ إحنا كلنا بنكون أمين، يمكن ما حسينا مشكلة في الشرطة نبلغ الشرطة، هذه مشكلة. فقلت في أمور أحيانا صغيرة، وإذا تترك الأمور الصغيرة تصير كبيرة. قلت ما دام الشرطة مسوي لنا أمين أنا بسوي الحريص. سوينا برنامج داخلي اسمه الحريص، ليش؟ لان نحن طبعا اي شيء نبلغ عن الشرطه باي شيء، اختلاسات ما اختلاسات هذا شغلهم نبلغهم، ولكن قلنا نحن يجب ان الشيء من البدايه نقضي عليه في الحياه، اذا كان في استغلال اي موجود او تصل. فسوينا برنامج شبيه برنامج الشرطه اسمه حريص، طلعنا برنامجهم الامين، سوينا حريص. حريص وظيفته سويناه لشيء لسببين، السبب الاول ميزانيه ضخمه اللي عندنا كنت 40% او 45% ميزانيه حكومه دبي، فقلنا لازم نسيطر من الناحيه الماليه على هذا. والشيء الثاني نحن لان عاطين حريه للمؤسسات واستقلاليه وعاطين في صلاحيات كبيره يجب نراقب هاي الصلاحيات، فسوينا برنامج حريص هو برنامج داخلي يعطي الفرصه لكل موظف سواء في الهيئه او حتى خارج الهيئه يدخل في البرنامج من دون ما يذكر اسمه يذكر له، ويمكن يعطي ملاحظه على اي شيء يلاحظ فيه كوربشن في الهيئه. البرنامج هذا وايد فادنا صراحه،
وهذا ساعدنا على إدارة الهيئة بشكل جيد. بالنسبة للتركيز على المعنيين ركزنا على مجلس المتعاملين، بالنسبة للمهام والصلاحيات ركزنا على دليل تنفيذ الصلاحيات، بالنسبة للأمور الأخرى أيضا اللي فيها إفصاح وشفافية كلها مواضيع فينا مزايدات، يعني كل مشاريعنا أو عقودنا عن طريق المزايدات عن طريق حسب القوانين للحكومة، ولكن حددناها. طبعا أهم شيء بالنسبة لنا كان موضوع أن نحن نعمل، مو بالضرورة نتبع برنامج دبي لدائح أو دبي تميز، لأن تعرفون قلنا بنركز على الأشياء اللي تهمنا أكثر نحن كهيئة. كنا ضمن إدارة برنامج حكومة دبي الأداء المتميز، ولكن ركزنا على أربع محاور، ركزنا على القيادة، ركزنا على النتائج، وركزنا على الموارد البشرية والمتعاملين. لما جينا محور القيادة ركزنا على خمس نقاط في محور القيادة، أو أربع نقاط في محور القيادة. لا سوري، ست نقاط. أول نقطة موضوع التخطيط الاستراتيجي، طبعاً نحن التخطيط الاستراتيجي عندنا خطة استراتيجية للنقل والمرور ل 2020، وحجزنا المحرمات لأن كان هاي أولوية بالنسبة لنا، مشان ما يجون الشركات والناس ويبنون في كل مكان عقب تصير عندنا قيمة التعويضات أكثر عن قيمة المشاريع. أول خطوة سويناها في أول سنة ونص أن اعتمدنا من الحكومة المحرمات اللي نحتاجها لل 20 سنة مشان نتفادى موضوع التعويضات من الحكومة. شكلنا ايضا نظام اداره المشاريع اللي هو بروجكت بورتفوليو مانجمنت. مهام هذا النظام الاتي: ربطنا بين المشاريع والبرامج والمبادرات حسب الخطه وربطناها بالاهداف. ليش؟ لان انا عندي اليوم خمس ست مؤسسات، كيف كل حد يشتغل يحل الزحمه؟ اذا ما نربط المشاريع والبرامج كلها عشان تحقيق هدف، ما بقى صعب علينا. خمس ست مؤسسات كل حد يشتغل بنفسه وعنده اولويات وعنده موجوده خطه صح، ولكن المشاريع والبرامج لازم نربطها مع بعض عشان نحقق الهدف. فعملنا نظام اداره محفظه المشاريع. الشيء الثاني بالنسبه للجان، بالنسبه للعمل الجماعي، عندنا لجنه تخطيط استراتيجي ولجنه السياسات الماليه ولجنه تكامل انظمه النقل. لجنه تكامل انظمه النقل لان عندنا ثلاث اربع اشياء مهمه عشان تربط كل المؤسسات والشركات، مثلا النقل البحري والمواصلات والتكاسي والطرق والمترو والترام، فلازم يكون في تيم ينسق بين كل الخدمات هذه مشان نعمل موديل يحل جميع مشاكل الازدحامات، لان كل المؤسسات تخدم هدف واحد لحل مشكله الزحمه. بالنسبه للجنه السياسه الماليه، طبعا نحن لان لازم نوزع الميزانيه في الهيئه بطريقه تخدم تحقيق الخطه الاستراتيجيه، فكان لازم فيرلي نوزع المبالغ اللي متخصصه الحكومه عندنا فيرلي امونج هذا، وكان بالتشاور والتوافق من خلال اللجنه الماليه للسياسه الماليه. بالنسبه للالتزام، التزام مترو دبي، نحن الالتزام مهم بالقيادة، وموضوع الالتزام وإدارة التغيير من أهم شيئين في القيادة. بأضرب لكم مثل الالتزام 99-2009. نحن في الهيئة اقترحنا فكرة فورم، لأن دائما اليابانيين والأتراك خاصة اليابانيين لما نريد ناخذ القرار قالوا لنا والله بنرجع للشركه الام، حتى قرارات صغيره. يا جماعه كيف ما بنخلص الساعه 9؟ يعني اي مشروع ضخم يصير فيه تغيير زياده، ما يوافقون على اي شيء بسيط، فقلنا كيف نتفاهم العالم هذول؟ اشتغلنا معهم سنتين وجدنا شهرين اكتشفنا المدير التنفيذي منهم ما يتكلم انجليزي، كله يزور روسهم في سته. قلت له انا شو اقول حق الاخ عدنان حمادي، شو هالقصه هذه؟ يعني كيف انا افكرهم فاهمين؟ ترى من بعد اللغه كانت مشكله بيننا وبينهم. لين ما اتخذنا قرار واحد ان احنا نسوي فورم بيننا وبينهم، ان كل ثلاث شهور يجي نائب الرئيس شركه ميتسوبيشي مع نائب الرئيس شركه الاتراك هذه زايد الشريك والمقاولين، نتقابل كل ثلاث شهور ناخذ قرارات استراتيجيه. وهذه فكره الفورم لكل ثلاث شهور. الشيء الثاني التحول للنقل الجماعي كان من خلال اربع اشياء سويناها صراحه مشان نزيد الملايين اللي شفتوها هاي، ما يجي من فراغ، يتبع تخطيط وتعب. اولا موضوع البطاقه الموحده،
يوم